وبمناسبة أعياد مملكة البحرين الوطنية، نظم نادي طلبة البحرين الدارسين بجمهورية مصر العربية احتفالية حضرها عدد من المسؤولين بالجامعة والطلبة من مملكة البحرين وغيرها من الدول العربية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. احتفال بهيج بالعيد الوطني للمملكة نظمه نادي طلبة البحرين الدارسين بمصر من الألف إلى الياء، وبرعاية من سعادة سفير المملكة الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة والمستشارة الثقافية لها خلود مطر. حضره لفيف من المسؤولين العرب والطلبة البحرينيين وعدد من الطلبة الخليجيين. كان هدف الفعالية أن احنا نجمع أكبر عدد من الطلبة والمواطنين البحرينيين المتواجدين في جمهورية مصر العربية خلال هذا اليوم الوطني للاحتفال بالعيد الوطني وعيد الجلوس، وأحب أهنئ لجلالة الملك المفدى بهذا اليوم، وأحب أهنئ جميع المواطنين جميع الشعب البحريني مملكة البحرين بهذا اليوم الوطني الجميل، والله يعيد علينا كل سعادة إن شاء الله. برنامج الحفل شمل العديد من الفقرات قدمها طلبة البحرين بتلقائية شديدة في حضور المسؤولين والضيوف العرب، بداية من تقديم التهنئة للوطن وجلالة الملك المفدى في تعبير عن شعورهم بالعيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك المفدى. أقدم التهنئة الخالصة لجلالة الملك وولي العهد ورئيس الوزراء على العيد الوطني وعيد الجلوس. والأعياد الوطنية دائما تذكرنا بمواقف شعب البحرين تجاه وطنه وقيادته الرشيدة. وأيضا مع تقديم مسابقات ولوحات فنية وفقرات وأشعار في حب الوطن. وقد عبر الضيوف العرب عن أمنياتهم للبحرين قيادة وحكومة وشعبا، وعن أملهم لها بمستقبل زاهر. بهذه المناسبة أهني جلالة الملك على عيد الجلوس وعلى اليوم الوطني والشعب البحريني الأبي الذي نهض ببلده، ولاحظنا النقلات النوعية في عهد جلالة الملك الحقيقة البحرين والتطور والتقدم الحاصل. أسأل الله العظيم أن يديم عليهم الأفراح ويديم عليهم الأمن والأمان في ظل حكم جلالة الملك. كل عام وشعب البحرين بخير وصحة وسعادة، ومن شعب العماني لشعب البحريني نهنئهم بالعيد الوطني ويوم الجلوس لجلالة الملك، وكل عام والبحرين شعبا وحكومة بخير. أما طلبة مملكة البحرين الدارسون في جمهورية مصر العربية فلا تسهل عن فرحتهم بالاحتفال بالعيد الوطني للمملكة وتنظيمهم له، وشاركهم زملاؤهم وزميلاتهم من دول الخليج هذا الشعور الطيب. حبيت أهني جلالة الملك ومملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني، والله يديم الأفراح إن شاء الله. حاب أهني جميع الشعب البحريني، وكل عام والشعب البحريني بألف خير إن شاء الله، صحة وعافية. حبيت أهني مملكة البحرين بعيد الجلوس والعيد الوطني، وعسى الله يديم أفراحكم والله يجمع الخليج على قلب واحد. نهنئ ونشارك اليوم فرحة الطلبة البحرينيين أو المقيمين البحرينيين في جمهورية مصر العربية، وهذا تشريف إلنا أن نحضر مع أخواننا وأخواتنا المقيمين هنا في مصر ونشاركهم الفرحة، وفرحتهم فرحتنا واحدة إن شاء الله. واختتم الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة البحرين بفقرة فنية شارك فيها الطلبة البحرينيين سعيدين بهذه المناسبة الطيبة. العيد الوطني لمملكة البحرين عيد ازدهار وفخر، هكذا عبر طلبة مملكة البحرين الدارسون هنا في جمهورية مصر العربية عن فرحتهم بالعيد الوطني وبملكهم المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة مفادها البحرين في القلب رغم بعد المسافات وكثرة الشواغل. شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين من داخل نادي طلبة البحرين القاهرة.